التنظيم كان مره 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 سيء صراحه. يجلسوا الناس في اماكنهم بس بالوجه، انت تعرف احد حتخش تقعد في مكان كويس، ما تعرف احد ما حتخش تقعد في مكان كويس. يعني قطعت تذكره؟ كم قطعت حقت كراسي؟ كم قطعت؟ 190. صراحة حفلة كاظم كانت مرة تجنن، والفنان صراحة كويس، وأنا حضرت له مخصوص من السعودية. ما لقيت خدمة كويسة وما لقيت مكاني، وهنا عندكم على الأسف بالمكان وبالوجي. أهلا أهلا وسهلا. صراحة حفلة كاظم كانت مرة تجنن، والفنان صراحة كويس، وأنا حضرت له مخصوص من السعودية. تمام، جيت أنا زيارة على تونس وحضرت الحفلة حقته من السعودية جاية. يعني الفنان كان كويس، أغاني حلوة، بس عندي تعليقين. التنظيم كان مرة 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 سيء صراحة. أنا حارزة في كرسي وكل حاجة، لكن مع الأسف ما لقيت خدمة كويسة وما لقيت مكاني، وهنا عندكم على الأسف بالمكان وبالوجي. يجلسوا الناس في أماكنهم بس بالوجي، أنت تعرف أحد حتخش تقعد في مكان كويس، ما تعرف أحد ما حتخش تقعد في مكان كويس. يعني بس غير كده الحفلة حقته كانت كويسة، وهو فنان مرة رائع يعني، وأحضر له أكثر. كم قصيد قطعت تذكرة؟ كم قطعت حقت كراسي؟ كم قطعت؟ 190. 190 وما لقيتش مكان؟ لقيت أنا مكان بس ما لقيت مكان كويس، ولما أبغى أخذ مكان كويس بيقول لي لا ما نقدر نجلسك هناك. وكل ما دخلوا لي يعرفوا. أيوة بالضبط. خلينا نرجع لكاظم، شنو عمل كاظم اليوم؟ والله كان مرة رائع يجنن، بس خسارة ما غنى أغنية محكمة مع اسم المنور، بس أغاني كلها تجنن اللي غناها. اليوم تمتعت معك؟ الحمد لله. أيوة والله. وتونس شنو رأيك؟ تونس تجنن صراحة، أنا دائما أجيها صراحة. مرحبا. أجمل البلدان.